ناخد كلام الاقتصاديين وخبراء الاقتصاد. دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. ازي الصحه؟ معلش طولنا على حضرتك شويه. لا لا بس لا لا انا انت ما شاء الله عليك يعني. لا يا فندم العفو، خالص خالص، السهل الممتنع زي لا يا كتير عليا الكلام ده يا فندم، ما تقولش كده، ربنا يخليك. انتم الخبراء، اشرح لنا يا دكتور. انا حاولت قدر الاستطاعه بالمصري الفصيح زي ما بيتقال، لكن احنا محتاجين راي الخبراء في هذا الكلام. بص يا فندم، مبدئيا المعدلات المختلفة اللي بيستخدمها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي دي معدلات متعارف عليها وليست فيها مجاملة. يعني لا البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا أي مؤسسة دولية بتنشر تقرير فيه مجاملة لأي دولة على حساب المهنية والأعراف اللي متبعة بالنسبة للأمور العلمية. لما بنتكلم على ان مصر هتحقق اكبر معدل نمو بين اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الحقيقة ده مش مبني على الظروف الحالية، ولكن هو مبني على ما تحقق منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي ومتابعة هذه المؤسسات الدولية للتجربة المصرية الرائدة على مستوى العالم، مش بقول على مستوى العالم، أن في مصر في فترة زمنية بسيطة جدا قفزت قفزات هائلة في أهم عوامل التنمية زي البنية التحتية، زي العلاقات الاقتصادية والعلاقات السياسية الدولية، زي القوانين الجاذبة للاستثمار، زي التركيز على الفئات الأكثر احتياجا، زي أيضا بيدخل في الحسبان لو حضرتك تتذكر التجربة المصرية في المجال الصحي، القضاء على الالتهاب الكبد الوبائي فيروسي وما تلاها من مبادرات وتجارب ومشروعات مصرية حققت نتائج وصلت إلى 100% بمعنى أن هناك إدارة ناجحة، أن هناك رؤية معتمدة على العلم ومعتمدة على الخبرة ومعتمدة على إمكانيات الدولة ومعتمدة على شيء مهم جدا، يمكن كان السيد الرئيس قاله في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال عايزين نتحمل بعض لمدة 3 سنوات، وده اللي حصل بالضبط. يعني 16 17 18 كانت هناك نسبة من نقدر نقول المعاناة الخفيفة، لكن في 19 ظهرت النتائج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرحلة الأولى منه، لكن شاء القدر أن تأتي جائحة كورونا في نهاية هذا العام، وبالتالي بدأت. وزي ما سيادتك قلت، وده يعني يمكن من ضمن الحاجات الحقيقة اللي أنا استمعت إليك بإنصات شديد، أن احنا عندما نكون عادلين فيجب أن ننظر ليس فقط فيما يحدث في مصر، ولكن فيما يحدث في العالم كله. يعني جائحة كورونا مصر، وده باعتراف المؤسسة الدولية ومنها منظمة الصحة الدولية اللي مديرها موجود في مصر هنا، أن مصر هي دولة من دول بسيطة جدا اللي يعني لا تتعدى عددها الأصابع اليد الواحدة، اللي حققت إنجازات متميزة في موضوع جائحة كورونا. أيضا البنك الدولي أشار إلى أن مصر أيضا وسط عدد بسيط جدا من الدول اللي حققت معدل نمو إيجابي في السنة اللي هي سنة 2020 اللي هي سنة جائحة كورونا. طيب ده معناه إيه؟ معناه أن كل ما يتم من مقارنات هي مقارنات عادلة ليس فيها تحيز، وبالتالي يجب أن ننصت لهذه النتائج وهذه التقارير، ومش ننصت لها بس ونفتخر. يعني أنا يمكن لأني بسافر كتير وأيضا بستقبل زائرين من الخارج كتير، التجربة المصرية يا فندم الحقيقة هي تجربة مبهرة،
انا مش عايز اقول لحضرتك ان بالذات لان انا في افريقيا بقالي يعني ما يقرب من 30 سنه، ان اخواننا في افريقيا دائما بيقولوا ان زي ما مصر ساعدتنا في التحرر من من الاستعمار في حقبه الستينيات، فنرجو ان مصر ايضا تنقل لنا تجربتها في البرنامج الاصلاح الاقتصادي، اللي هو الابهار اللي فيه انه حدثت نتائج حقيقيه ملموسه كبيره على الارض في مده زمنيه قليله بشكل كبير. طيب لما ننظر للمستقبل، اولا احنا عشان ننظر للمستقبل لازم نقيم ما حدث في الواقع. كورونا انتهينا منها وحللنا وشفنا، ويمكن كان التحدي الاعظم بالنسبه لجائحه كورونا هو تأهيل المنشآت الصحية المصرية على جميع الرقعة الجمهورية مصر العربية ان تكون جاهزة لكل احتمالات. وبالمناسبة يا استاذ يوسف، ان اللي ده حصل ما حصلش لما احنا بدأ السيد الرئيس في منذ اواخر 2019 والتحدث عن إمكانية أن يتحول وباء كورونا إلى وباء عالمي. السيد الرئيس عمل على طول خلية أزمة وجمع الخبراء بالمسؤولين التنفيذيين بجميع الأجهزة المختلفة، وطلب منهم أن يتم وضع سيناريوهات مختلفة من الأسوأ إلى الأفضل، وبالنسبة لكل سيناريو ما هي الحلول التي تتم. نمرة واحد في مجال الوقاية، نمرة اثنين في مجال تقليل الإصابات، نمرة ثلاثة في مجال إيجاد أسرة في المستشفيات والمراكز الصحية لعلاج المرضى، نمرة أربعة للقضاء على إذا حدث أي نوع من طوابير الانتظار القضاء عليه. وده تم بامتياز، يمكن حضرتك تتذكر أن في مستشفيات ميدانية تم إنشائها ولم تستخدم تقريبا، ولكن كنا على أتم الاستعداد لكل البدائل. صحيح. ما نحن فيه الآن هو ليس، يعني اسمح لي أوضح، هو ليس نتيجة للحرب بين دولتين، هو نتيجة للعقوبات الاقتصادية اللي فرضها الغرب على روسيا، وهو ليس فرضها على روسيا لأن روسيا هي الدولة الأكثر استفادة مما يحدث الآن. طبعا روسيا عملت دخل قومي لم يحدث في تاريخها، يعني لم تكتمل السنة وتخطوا أعلى رقم ناتج أو دخل قومي في تاريخ روسيا. الشيء العجيب أن الدول الغربية عندما فرضت هذه العقوبات هي كانت من أوائل المتضررين، لدرجة أن يعني الحقيقة لما بنفكر كده بشكل متجرد عايزين نقول مين السبب في فرض هذه العقوبات، هي الولايات المتحدة الأمريكية. صح. من أكثر المتضررين من هذه العقوبات هي أوروبا، اللي هي أكبر حليف للولايات المتحدة الأمريكية والمكون الأكبر عددا في حلف الناتو. طيب ده معناه إيه؟ أنا طبعا أنا هعمل تساؤلات ومش هعطي تفسيرات. لا. علشان كله إلا كده لازم التفسيرات. يعني طب دكتور شريف، انا عارف طبعا هي اوروبا هي اكثر المتضررين، موسكو اصبح او بالادق روسيا الاتحاديه اصبحت هي الدوله الاولى تاريخيا حتى في انها تخوض حرب، وبالرغم من ذلك قيمه عملتها تفضل في تصاعد، وده شيء تاريخي مذهل وغريب يعني، بس طبعا دي تفسيرات اقتصاديه المفهومه جدا. وامريكا كمان هي بدات او بالادق هي تحصد الحقيقة نتائج هذه العقوبات، لأنها أيضا مستفيدة من وراء رفع معدلات سعر الفايدة، وبالتالي جذبت أموال ساخنة وجذبت المزيد من الاستثمار وبتفضي الاقتصاد الأوروبي. أنا مع سيادتك تماما، لأن احنا لازم نذكر شيء. حضرتك في بداية تأسيس الاتحاد الأوروبي بريطانيا رفضت بشكل كبير جدا الانضمام الى اليورو والانضمام الى الشنغن. صح. وكانت الحقيقه يعني بتفسد
انا فاكر كان في كاريكاتير ايام جاك شيراك وهيلموت كول وبلير، لان تعرف حضرتك ان رؤساء دول الاتحاد الاوروبي كل رئيس بيرأس الاتحاد لمده 6 شهور. فاثناء رئاسه بلير فجايبين كده كاركتير ان فيه مرمى بتاع كره قدم وانه جايب اهداف كتير 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 كتير، فبيقول له شيراك وهيلموت كول بيقول له برافو، بس خد بالك الاجوان دي كلها في جولنا احنا، انت جايب الاهداف دي. ايوه انت مدخل جول في نفسك. فانا كنت انا بتصور الحقيقه ان هناك منذ انشاء الاتحاد الاوروبي وهو في قلق كبير جدا من الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي هي يعني عملت الخطه مع بريطانيا لكي تكون بريطانيا في الداخل ليس بغرض انجاح الفكره ولكن بغرض نقل الاخبار واحيانا افساد ما يمكن ده حقيقه. انا متابع هذا الملف أنا تماما. اتفق بنسبه 100% ونحط جنبها 900 مليون صفر. طب دكتور شريف والنبي انا عايز يعني استسمح حضرتك تلاقي لنا ساعه من الوقت تنورنا في الاستوديو. ده انا يشرفني. لا ده انا اللي اتشرف ارجوك. انا يشرف. انا لأنه يشرف كل هذه التحليلات او مش علامات الاستفهام بقى لحضرتك حطيتها، لا ده انا عايز علامه الاستفهام بالتفسير. انا يشرفني وتحت امر انا اللي اتشرف يا دكتور شريف، واطلنا على حضرتك انا اسف واخرناك عن اكيد ميعاد النوم المبكر، فهكذا هو حال العلماء والخبراء الكبار ما يحبوش يسهروا زي حالتنا. احنا المواطنين العاديين. اشكرك جدا يا دكتور شريف، كل الشكر لحضرتك دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه.